حصل مستشفى العبدلي على منحة من شركة فايزر الأمريكية ومستشفى مايو كلينيك لتوعية وتشخيص وعلاج داء نشواني في الأردن والمنطقة مجانا من خلال إنشاء مركز العبدلي الوطني للداء النشواني، وهو الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيسهم إنشاء هذا المركز بتحسين الوعي وتقديم التشخيص والعلاج في الوقت المناسب للأشخاص الذين يعانون من هذا الداء في الأردن والمنطقة. الداء النشواني مرض نادر ينتج عن الترسب غير الطبيعي للبروتينات وتراكمها في أنسجة الجسم، ما يؤثر في الغالب على القلب والجهاز العصبي، ولطالما شكل تشخيص وعلاج هذا المرض أمراً شائكاً، حيث يتطلب تعاوناً من قبل فريق طبي متعدد التخصصات يضم أطباء القلب والأعصاب والكلى والأورام واختصاصي علم الأمراض والتصوير النووي الطبي. الداء النشواني أو الأميلويدوسيس بسبب ترسب مادة النشا بجميع أعضاء الجسم تشبه النشا، عشان هيك اسمه النشواني، في جميع أعضاء الجسم من قلب وعقل وكل وبكل محل بالجسم. فلذلك يلزم لتشخيصه وعلاجه جميع الفريق اللي عنده هذه التخصصات. هلأ التشخيص المبكر تفرق بين الموت والحياة. الموت بتعذب المريض وبسرعة بتدهور أحواله الصحية وينتهي بالوفاة، وإذا اكتشفناه بكير المريض بعيش أحسن ويعالج. أنت لما تحكي لمريض أنه عندك خدران وأنا ما بعرف السبب مثلاً، بتعالجيه بس بتسكني الألام تبعته، بس لما تعرفي السبب ليش عنده هاي الأعراض وبتقدري تحلي المشكلة من جذورها، وقتها الأعراض العصبية بتتحسن وبتعطي جودة حياة أفضل للمريض. حصول الأردن على منحة من شركة فايزر الأمريكية لإنشاء مركز وطني متخصص لتشخيص وعلاج الحالات المصابة بهذا الداء يسهم بتحسين الوعي والتشخيص والعلاج للداء النشواني في الأردن والمنطقة، وتعزيز القدرات الطبية المتخصصة في هذا المجال. يكون في مركز متخصص لهذا الموضوع. إذا أنا كطبيبة كلى لقيت على خزعة كلى أميلويد أو مؤشرات، قلت له خلينا نقيم بقية الأعضاء عشان نعرف هذا الأميلويد هاي اللي هو فقط بكليتك ولا بأمراض أخرى، ونقعد إحنا كفريق كيف تقييم القلب، كيف تقييم الكبد، كيف تقييم الجهاز الهضمي. أولاً رح يكون التشخيص بشكل أسرع، لن نتأخر على المريض وتؤدي ترسبات هذا البروتين لفشل بالقلب أو فشل بالكلى، وحديثاً صار في عندنا خيارات للعلاج لهذا المرض. العمل الجماعي ووجود التيم ورك أو الفريق المتكامل الذي يقوم بالتشخيص السريري ومن ثم نقل المريض إلى التصوير الشعاعي والفحوصات المخبرية هو الأساس في سهولة الوصول إلى التشخيص و سرعة الكشف عن هذا المرض. ونحن لدينا مجموعة من المختبرات التي تعتبر في الأردن، ونتوركينج ما يسمى نتوركينج اللي هو أيضا مجموعة مختبرات على مستوى انترناشنال على مستوى العالم، اللي من خلالها أيضا نقوم بإرسال هذه الفحوصات وعملها من أجل الوصول إلى التشخيص الدقيق والنهائي للداء النشواني. يمتد مشروع تأسيس المركز لعامين، وسيحصل من خلاله الأردن على دعم فني من خبراء مايو كلينيك، أحد أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقدم المركز خدمة سريرية متخصصة للغاية لمرضى الداء النشواني في جميع أنحاء الأردن والمنطقة. سلام صابر، المملكة، عمان. ومعنا عبر سكايب من عمان مدير مركز العبدلي للداء النشواني الدكتور رمزي طبل. الدكتور صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. يعني بداية دعنا نتحدث عن هذا الداء وما هي أهم أعراضه. صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا الداء النشواني هو مرض قديم وليس جديد، لكن الجديد في الموضوع أنه طريقة التشخيص وأيضا العلاج تغيرت. في السابق كنا نعتقد أنه مرض نادر، لكن الآن لما تحسنت أساليب التشخيص وأساليب العلاج أصبحنا نعرف أن المرض منتشر بصورة أكثر ما كنا نعتقد. هو مادة الأميلويد هي مادة هو بروتين بيفرزه الكبد عادة، وله مهام في نقل بعض أنواع الهرمونات كهرمون الغدة الدرقية مثلا وفيتامين A. لكن بالداء النشواني اللي بصير أنه بعد إنتاج البروتين من الكبد بصير فيه تغيرات غير طبيعية بتؤدي إلى أنه هذا البروتين
بصير ماده صلبه، وبدال ما الجسم يتخلص منها بالطريقه الطبيعيه اللي بتخلص منها الجسم من البروتينات الاخرى، بترسب في اعضاء مختلفه من الجسم. اهم هاي الاعضاء هو القلب والجهاز العصبي. في القلب وهو العضو الرئيسي اللي احنا يعني مهتمين فيه، وبنعرف انه معظم المرضى ممكن يوصلوا او يصابوا في افه في القلب نتيجه الداء النشواني، بيصير في تضخم في عضله القلب في البدايه، والتضخم بيؤدي الى خلل في وظيفه عضله القلب. فالمريض عاده ببلش يشكي من اعراض ضيق النفس، ممكن رف في القلب او تعب عام، بيلجأ عاده للطبيب، ممكن لطبيب الصدريه او طبيب باطن او طبيب القلب في هاي الاعراض. هلا لازم الاطباء يكون في توعيه عامه حتى الجميع يفكروا بهذا المرض، لانه احنا اذا ما فكرنا بهذا المرض الحقيقه ما بنوصل لتشخيص. معظم المرضى اللي بيعانوا الان من الداء النشواني يشخصوا على انهم مرضى بالقلب وعندهم تضخم في عضله القلب، وعاده الطبيب بيعزي هذا السبب التضخم لامراض اخرى، منها ارتفاع الضغط او مشاكل الصمامات او كبر السن. لكن اللي اكتشفنا انه اذا فحصنا هؤلاء المرضى بشكل دقيق راح نجد نسبه حوالي 15 ل 17% من هؤلاء المرضى بيعانوا من الداء النشواني. نعم. الجميل في الموضوع انه التشخيص في السابق كان يعتمد على اخذ خزعه من عضله القلب، وهذا فحص الصحيح فحص صعب وغير متوفر في كافه المستشفيات او في كافه المراكز الطبيه، لكن الان اصبح التشخيص اسهل بكثير عن طريق التصوير النووي، فحص بس عباره عن صوره معينه، والعلاج اصبح متوفر للمرضى. نعم. طب دكتور، العلاج من هذا المرض بيكون يعني على مراحل كثيرة، وكيف يعني كيف بيكون؟ حابين ناخذ منك شرح وافي. هلا العلاج هو اول شيء بالتشخيص لازم نميز بين انواع مختلفة من الداء النشواني. في النوع اللي بنسميه ترانسثيرتين اميلويدوسيس اللي هو النوع اللي احنا مهتمين فيه، وهذا اصبح له الحقيقة علاج، يعني في السابق لم يكن له علاج اطلاقا. الان العلاج متوفر، شركات في بعض انواع العلاجات تشتغل بطرق مختلفه على على المرض، والصحيح انه العلاج اصبح سهل لانه غير معقد وعباره عن حبوب بتناولها المريض. طبعا احنا بهمنا، وهذا احد اسباب اهتمامنا بهذا المرض، انه نحاول نكتشف الحالات في وقت مبكر، لانه اذا انتظرنا فتره طويله لحد ما المريض يعني يصير عنده تضخم كبير في عضله القلب او مشاكل في الجهاز العصبي واصبح يعني في حاله متاخره من المرض، حتى لو المريض اخذ هذا العلاج تحسن راح يكون تحسن بطيء، ونوعا ما راح يكون تحسن كامل. لكن اذا استطعنا انه نوصل للتشخيص في فتره مبكره من المرض، يعني في بدايه المرض، في فرصه كبيره للمريض انه يكون في تحسن جذري في وضعه الصحي، وحتى يعني الى حد ما يشفى من هذا المرض ويقدر يعيش حياه طبيعيه بدون عذابات مشاكل هبوط القلب وتضخم عضله القلب. نعم. يعني هلا دكتور، الانسان نفسه ما راح يقدر يعرف انه هو مصاب بهذا المرض، يعني هل في مثلا اعراض معينه واضحه بتدق ناقوس الخطر بانه نعم انا مثلا مصاب بهذا المرض ولازم اروح اراجع مثلا الطبيب المختص، ولا التشخيص فقط يعني بيكون من خلالكم كاطباء؟ لا، هو المريض اكيد 100% ما راح يعرف. احنا لسه بنتمنى انه الاطباء كمان يصيروا يعرفوا. المريض قطعا ما راح يعرف انه عنده الداء النشواني، لكن في اعراض ملفته للنظر ممكن تخلي المريض يشك بهذا الموضوع. يعني اذا المريض مثلا بيراجع عند طبيب قلب او طبيب باطني او صدريه وبيعرف انه عنده مشكله في القلب، واذا سمع من طبيبه كلمه تضخم في عضله القلب، هذا المريض ممكن يعني يفكر يقول بركي انا عندي الداء النشواني. اللي نطلبه من المرضى اما يراجعونا مباشره او يتصلوا معنا في مركز العبده للداء النشواني، او يحكوا مع طبيبهم ويقولوا له احنا سمعنا انه في مرض اسمه الاميلويدوسيس او الداء النشواني، ممكن يا دكتور هذا المرض يكون عندي. فهو المريض اساسا ما راح يقدر يعني يشخص حاله بحاله، بده مساعده من الطبيب المهتم بهذا الموضوع او اللي عنده وعي كافي انه يدرك انه ممكن هذا المريض يكون عنده هذا المرض. بمجرد وجود هاي الاعراض اللي هي اهمها زي ما قلت انا ضيق التنفس، التعب العام، الرف في القلب، ممكن كمان المريض حتى يشكو من اعراض في الجهاز العصبي، يصير في عنده خدران بايده او بايدتين، وممكن يكون في عنده كمان اعراض في الم في الظهر نتيجه تضيق القناه العصبيه، او حتى اذا في عنده مثلا صار عنده مشاكل في الكتف او في الساعد الاعلى، فهذه كلها اعراض ملفته للنظر انه ممكن يكون عنده هذا بس المرض. بس ما في اي اعراض دكتور جلديه او تصبغات معينه ممكن تظهر على الجلد؟ هو زي ما قلت لك انا في عده انواع من الداء النشواني، يعني احنا حكينا ركز او بنركز احنا على المرض الاساسي،
لكن في انواع مختلفه. في نوع سببه خلل ببعض الخلايا اللي موجوده في النخاع العظم اللي بتنتج بعض مكونات الدم، وهذا يعتبر كانه مرض سرطاني يعني بحاجه لعلاج بشكل سريع. هلا في بعض انواع الاميلويدوسيس الحقيقه والمرض النشواني ممكن يكون في تصبغ بالجلد، وخاصه حوالين العيون بصير في سواد وازرقاق حوالين العين، وهذا ممكن كمان يكون في بعض يعني ملفت للنظر انه ممكن المريض يكون عنده داء النشواني. بس الصحيح التركيز الاساسي هو على القلب وعلى الجهاز العصبي. نعم. طب دكتور، ما هي اهم اسباب الاصابه بهذا المرض؟ هل هي مثلا مرتبطه بنوع اكل او غذاء معين مثلا؟ لا، الأكل ما له علاقة والغذاء ما له علاقة. هو يعني إذا ما نحكي على النوع الرئيسي اللي إحنا مهتمين فيه ترانسليرتين أميلويدوسز، هو البروتين زي ما قلت أنا ينتج بشكل طبيعي، أحيانا بصير فيه خلل، وهذا الخلل ممكن يكون عشوائي يعني ما له أي سبب أو مسبب. نعم. بصير فيه خلل بتكون المرض. لكن في بعض الأحيان، وهي قضية مهمة، أنه ممكن هذا يكون خلل وراثي، يعني المريض ممكن يكون عنده طفره جينيه بتؤدي الى ترسب الماده النشويه في اعضاء الجسم المختلفه. وهذا الحقيقه بهمنا كثير، يعني احنا هلا صار عندنا الامكانيه في مركز العبدلي للداء النشواني انه ايضا نوصل للمراحل النهائيه في التشخيص. يعني اذا شخصنا هذا المرض ايضا بنعمل كمان تشخيص للجينات، التركيب الجينيه للمريض. نعم. اذا تبين انه المرض ممكن يكون وراثي، هون النقطه المهمه انه احنا لازم كمان نكشف على أبناء المريض وبناته بشكل مبكر قبل. نعم. ما يصير عندهم أعراض مهمة، يعني. نعم. هون إحنا بنلقط المريض وهو في لسه في مرحلة الشباب قبل ما يوصل لمرحلة الشيخوخة مثلا، يكون المرض صار في مرحلة متقدمة. نعم، يعني أعتقد أنه هيك صارت الصورة واضحة عن هذا الداء، كونه يعني نوعا ما بدنا نقول قليل كثير أنه نسمع فيه. خلينا نحكي هلأ عن موضوع المنحة دكتور اللي أعطتها شركة فايزر ومستشفى مايو كلينيك أيضا لمستشفى العبدلي. دعنا أكثر بتفاصيل هذه المنحة واللي من المفترض أنه يستفيد منها الأردنيين وأيضا يعني كافة الأشقاء من الإقليم والمنطقة. احنا طبعا لما فكرنا بموضوع انشاء مركز، كان التفكير انه الهدف الرئيسي يكون نشر الوعي عن المرض للناس وايضا للاطباء، مش بس بالاردن يعني في المنطقه كلها. لما انا طلعت على الوضع الصحي في المنطقه في العالم العربي، وجدت فعلا انه في نقص ايضا في الاهتمام بهذا المرض. فبدأت من هنا فكرة تشكيل المركز، وبالصدفة تبين كمان أنه شركة فايزر وهي إحدى الشركات المنتجة لواحد من الأدوية التي تستعمل في علاج هذا المرض، في عندهم منحة دولية، يعني كل سنة بيطلعوا منح دولية. فإحنا تقدمنا لهذه المنحة زينا زي أي مستشفى في العالم كله، فكانت عبارة عن مسابقة للفوز بهذه المنحة. وبالآخر يعني شركة فايزر يعني لما قدمنا كل الأوراق وكل المعلومات عن المركز ومهامه وكيف بده يشتغل، فزنا بمنحة وبمبلغ يعني محرز. هذا المبلغ وهي المنحة راح تمكننا فعلا من انه نحقق ما نود انجازه بهذا المركز. والتركيز كان يعني احنا عملية التشخيص وعملية العلاج فيها كلفة مالية، فاحنا بسبب توفر يعني المنحة. نعم. من شركة فايزر نستطيع مساعدة عدد كبير من المرضى، مش كل المرضى طبعا، المريض المتمكن الذي يستطيع أن ينفق على تشخيصه وعلاجه نتمنى أنه يقوم بذلك، لأنه هذا بيخفف الوضع المالية علينا، وبرضه بيساعد نقدر إحنا نوفر هاي المصاري ونساعد فيها مريض غير محتاج. بس المريض اللي بيحتاج لمساعدة مادية في مرحلة التشخيص وحتى في العلاج، إحنا في المركز جاهزين نوفر هاي الخدمة بدون أي مقابل لهذا المريض. الإشي الثاني المهم بالمنحة وهي سابقة، يعني إنه فايزر رح تقدم الدعم المادي للمركز، لكن الدعم الفني الطبي رح يكون من المايو كلينيك، وهذه من يعني معروف المايو كلينيك في العالم، من أكبر المستشفيات وأهمها في العالم. رح يكون في عنا اتصال مباشر خلال السنتين القادمة مع فريق من المايو كلينيك يساعدنا ويتعاون معنا على النهوض بهذا المركز ونخليه مركز زي ما قلت أنا مش بس لخدمة الأردن والمرضى في الأردن، لكن راح يكون أيضا لخدمة المرضى والتوعية بهذا المرض في العالم العربي وفي المنطقة. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق دكتور. كان معنا من عمان مدير مركز العبدلي لداء النشواني الدكتور رمزي طبلت. شكرا جزيلا لك دكتور.